في فلسطين؟ هو دائما قضية فلسطين محكومة بعديد من الأبعاد، نعم محكومة بالبعد الحضاري الذي هي نقطة تدافع بين قوى الحق وقوى الباطل الباقية إلى يوم القيامة، والتي تكون فيها سنة هي سنة التداول بين الحق والباطل، ولكن دائما دائرة الباطل دائرة في قصيرة وفي ضيق، وإنما دائما دائرة الحق هي الدائمة. فبالتالي هذا يعطينا البعد الحضاري والبعد العقدي في أن فلسطين سائرة نحو التحرير بإذن الله تعالى ونحو استرجاع وعودة المسجد الأقصى المبارك للفلسطيني، إن شاء ولكن الله. ذلك لا يمنعنا إلى العمل وإلى العمل على كل المستويات، سواء على واجب الوقت اللي هو واجب الدعم المالي لإخواننا المرابطين ولإخواننا المحاصرين سواء في غزة أو في القدس، أو في واجبات القادمة سواء بالتحريك المجتمعي من أجل الضغط أكثر على سواء على المستوى الدولي أو على مستوى الحكومات العربية حتى تحقق مواقف في المستوى وحتى تثبت أن وتعيد القضية إلى الوجدان الإسلامي، أو سواء على مستوى التحريك القانوني والتحريك السياسي أو على المستوى الاستراتيجي اللي هو العمل على تغيير وتصحيح مفاهيم حول قضية فلسطين وبث الوعي الصحيح في نفوس الشباب عبر التأهيل الشبابي أو على مستوى المشي الذي يأتي، نعم لأنه في الأخير المعركة هي معركة أجيال متتالية والنصر فيها نعم الذي يكون